فقدت مؤسسة التلفزة التونسية والإعلام الرياضي قبل قليل الصحفي والمعلق على المباريات الرياضية في كرة القدم عبد الخالق السعداوي عن سن 45 عاما بعد صراع فجئي مع المرض. والراحل بدأ مشواره بمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية في مصلحة الرياضة، وساهم في البرامج الرياضية المتنوعة التي يتم بثها إعدادا وإنتاجا وتقديما وعملا صحفيا ميدانيا. ومن هذه البرامج الأحد الرياضي والأربعاء الرياضي وأجواء الملاعب ومقر الرياضيين. كما ساهم الفقيد في تغطية كبرى الأحداث الرياضية في تونس وخارجها وفي رياضات مختلفة ومنها الألعاب المتوسطية بتونس 2001. لسيت ويب كما ترى انيس البرد الحقيقة برشا، الثلج قاعد يهبط، لكن على كل باش ناخذوا نبداو مع بعض التوانسة الموجودين، باش ناخذ لكم زوج طلبة اللي هما مثال الحقيقة لهنا. ويلزم كل شيء نسلم، طبعا إن شاء الله تجينا مجموعة زينة، إن شاء الله تكون شرفنا. نعم، شتر بشتر اليوم، مرحبا بك سي رضا. اسم الثلاثي. وكانت بهذه المناسبة قرعة كأس العالم الأخيرة بموسكو آخر حدث رياضي عالمي يتولى الراحل تغطيته بصفة حصرية للتلفزة التونسية، فضلا عن نقل مختلف هوامشها والمدن الأخرى التي سيجري فيها منتخبنا الوطني لكرة القدم مبارياته في المونديال. رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميع الصبر والسلوان. لأنه هذا شيء لا يليق لا بكورتنا ولا يليق ببلادنا.